في أوائل القرن التاسع عشر وأثناء بحث أحد العلماء عن تأثيرات ضوء الشمس، اكتشف هذا العالم انبعاث طاقة كهربائية عند سقوط أشعة الشمس على قطب كهربائي. كان هذا الشخص هو العالم والفيزيائي الفرنسي إدموند بيكرن، الذي يعتبر أول من ابتكر الخلايا الشمسية. ثم بعدها تم تطوير أول خلية شمسية من قبل العالم تشارلز فريتز. وعلى الرغم من تطور تقنية الطاقة الشمسية والخلايا الشمسية، لكن حتى الآن لم يتم اعتمادها كمصدر طاقة أساسي في جميع دول العالم. فماذا لو استخدمت هذه الدول جزء من أراضيها الفارغة وخاصة الصحراوية ذات الإشعاع الشمسي الكبير لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية؟ ما هي كمية الكهرباء التي تنتجها الطاقة الشمسية حاليا وفي المستقبل؟ وهل من الممكن استخدامها بديلا عن الكهرباء الناتجة عن النفط؟ لجواب على هذه الأسئلة، أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. تعتبر الطاقة الشمسية مصدر طاقة نظيف وغير مكلف ومتجدد ومتوفر في كل مكان في العالم. وللطاقة الشمسية ثلاث أنواع. أول نوع هو الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي تستخدم لإنتاج الكهرباء. والنوع الثاني هو الطاقة الحرارية الشمسية، وتستخدم لتسخين المياه. والنوع الثالث هو الطاقة الشمسية السلبية، والتي يستفاد منها بشكل مباشر من الشمس. وموضوعنا اليوم يتحدث عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستخدمة لإنتاج الكهرباء، حيث أنه لا يزال حتى الآن استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء متفاوت في جميع أنحاء العالم. يعني أنه في الصين مثلا تساهم الطاقة الشمسية بنسبة 3.9% من استهلاك الصين للطاقة، حيث تمتلك الصين أكبر قدرة للطاقة الشمسية في العالم، وتبلغ حوالي 205,000 ميجاوات. أما في الاتحاد الأوروبي فتبلغ قدرة الاتحاد الأوروبي للطاقة الشمسية حوالي 131,000 ميجاوات. وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أعلى إجمالي قدرة للطاقة الشمسية، وتبلغ حوالي 75,000 ميجاوات. كما أن لديها القدرة الكافية من الطاقة الشمسية لتشغيل 11 مليون منزل في البلاد. حتى نعرف ما هي الفائدة الاقتصادية للطاقة الشمسية والفائدة البيئية أيضا، يجب معرفة كم تحرق بعض الدول العربية من النفط لتولد الكهرباء. الكويت تحرق 2 مليون برميل نفط يوميا لتوليد الكهرباء، وبحسب بلومبرغ فإن السعودية تحرق حوالي 3 مليون برميل نفط يوميا، وهذه خسارة اقتصادية هائلة جدا، خاصة في هذا الوقت مع ارتفاع أسعار النفط. أما مصر فإنها تستهلك حوالي 877 ألف برميل يوميا، والعراق حوالي 857 ألف برميل نفط يوميا، ويعتبر العراق بالمرتبة 26 عالميا من حيث الاستهلاك، حيث يعتبر هذا الاستهلاك نزيف يومي للاقتصاد العراقي والسعودي والكويتي وأغلب دول المنطقة التي تنتج النفط وتصدره، خاصة أن هذه الدول تمتلك مساحات صحراوية فارغة وضخمة وغير مستخدمة. أما إذا أردنا التحدث عن كمية الكهرباء التي تنتجها بعض الدول وحصة الفرد الواحد، سنوضح هذه المعلومات بالأرقام، وسنجري مقارنة بينها وبين الطاقة الشمسية من حيث الكميات والمساحة والإنتاج وحصة الفرد الواحد. طبعا بذلنا جهد كبير أنا وفريق البحث حتى نحصل على بعض الأرقام، ونعمل حسابات قد تكون صعبة أحيانا، ونجيب أرقام تقريبية دقيقة قدر الإمكان تشرح كيف يمكن أن تتحول هذه الدول من استهلاك النفط الثمين لإنتاج الكهرباء إلى الطاقة الشمسية على الأقل في الفترة النهارية. بالتالي يمكن خفض استهلاك هذه الدول من النفط محليا لإنتاج الكهرباء إلى النصف تقريبا، وبالتالي رفع احتياطات هذه الدول من العملات الصعبة وتقليل العجز ودفع الاقتصاد إلى الأمام. البلد الأول هو الكويت، إن الإنتاج السنوي بالميجاوات 57 مليون ميجاوات، الإنتاج اليومي بالميجاوات 24 ساعة 156,000 ميجاوات، الإنتاج بالساعة الواحدة 6,500 ميجاوات. إذا قسمناها على عدد السكان، حصة الفرد الواحد حوالي 1,500 واط. السعودية تنتج 341 مليون ميجاوات في اليوم الواحد، 934,000 ميجاوات، الإنتاج في الساعة الواحدة 38,900 ميجاوات، حصة أو معدل حصة الفرد السعودي حوالي 1,000 واط ساعة. الآن نروح للمقارنة مع أمريكا. أمريكا تنتج حوالي 4,287,000,000 ميجاوات، وإنتاجها في اليوم الواحد 11,745,000 ميجاوات،
والإنتاج في الساعة الواحدة 489 ألف ميجاوات، يعني معدل حصة الفرد الأمريكي الواحد 1400 واط. نروح للإماراتي، أيضا معدل أو حصة الفرد الإماراتي في الإمارات حوالي 1500 واط، وهو مقارب لمعدل الكويت ومعدل أمريكا. نروح على دول أخرى مثل تركيا، تركيا حصة الفرد الواحد من الكهرباء 500 واط، في حين مثلا دول مثل سوريا حصة الفرد الواحد 200 واط. طبعا هذه الأرقام كانت قبل الأزمة السورية عام 2011. والعراق حصة الفرد الواحد أيضا 370 واط بالساعة. طبعا بالنسبة للعراق إن الإنتاج السنوي 132 مليون ميجا واط، والإنتاج اليومي 361 ألف ميجا واط، وهذا الإنتاج يكفي المواطن العراقي حوالي 10 ساعات أيضا كمعدل، يعني 10 ساعات إلى 14 ساعة. لكن حتى يكفي العراق يجب أن يرفع طاقة الإنتاج عنده إلى 35 ألف ميجا واط في الساعة، وإذا أردنا معدل الاستهلاك فيه يكون مقارب دول الخليج مثل السعودية مثلا أو الإمارات، فنحن نتكلم عن طاقة إنتاجية بالعراق بنسبة 40 مليون عراقي إلى 40 ألف ميجا واط، يعني كل مليون ألف ميجا واط. إذا شفنا مصر، مصر أيضا حصلت الفرد المواطن المصري الواحد من الكهرباء حوالي 200 واط في الساعة. منلاحظ من هاي الجداول أن الدول المتقدمة واللي عندها صناعات متقدمة وعندها استهلاك طاقة كبير للكهرباء مثل الكويت وأمريكا والإمارات، حصة الفرد الواحد من الكهرباء معدل تقريبا 1400-1500 واط في الساعة. وهنا تبرز أهمية إيجاد بديل حقيقي واقتصادي، ونحن نتكلم عن أحد هذه البدائل أو أحد هذه الحلول هي تمويل مزارع الطاقة الشمسية. طبعا نحن نتكلم على الاستهلاك النهاري والفترة النهارية أثناء وجود الشمس بمعدل ساعات حوالي 10 ساعات، يعني نحن نفترض وجود مزارع طاقة شمسية تزود الدولة بالكهرباء أثناء الفترة النهارية، يعني مزارع طاقة شمسية ولكن لا تحتوي على وحدات خزن للطاقة لأن الكلفة ترتفع بشكل كبير. ومن خلال مراجعة موقع أطلس العالم للطاقة الشمسية Global Solar Atlas، وهو موقع يحتوي على خريطة العالم وتوزع الطاقة الشمسية الطبيعية حسب الدول وكمية الكهرباء الممكن إنتاجها باليوم والسنة من الطاقة الشمسية بالمتر المربع في كل بلد، نلاحظ أن أكبر كمية من الطاقة الشمسية موجودة في الدول العربية وخاصة المناطق الصحراوية وبشكل رئيسي في الصحراء الكبرى والجزيرة العربية، حيث أن فترة غياب الشمس وهطول الأمطار تعد بأيام قليلة طول فترة السنة. يعني من خلال الجدول نشوف أنه بالنسبة للعراق المتر المربع الواحد يعطي في اليوم 4 كيلووات وبشكل فعلي حوالي 3 كيلووات، وهذا كلام في المنطقة الوسطى. في المنطقة الجنوبية من العراق يعطي 6 كيلووات وفعلي حوالي 5 كيلووات باليوم. هذا نفس المتر المربع من خلال الطاقة الشمسية يعطي 1800 كيلووات بالسنة بالمنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية 2000 كيلووات بالسنة، يعني حوالي 400 إلى 500 واط بالساعة. إذا حسبنا أن حاجة العراق من الكهرباء في الفترة النهارية 33 ألف ميجاوات، إذن نحن نحتاج إلى مزرعة مساحتها حوالي 303 كيلومتر مربع. مساحة هذه المزرعة من مساحة العراق هي 0.09% من مساحة العراق. والآن نضع مربع على حجم العاصمة بغداد وحجم المزرعة، طول ضلع المزرعة وطول ضلع المدينة بغداد. بالنسبة للسعودية حجم المزرعة طول الضلع المربع للمزرعة 20 كيلومتر، بالنسبة لتركيا 19 كيلومتر حجم طول ضلع مزرعة الطاقة الشمسية، بالنسبة للإمارات حجم طول ضلع المزرعة 12 كيلومتر فقط، وبالنسبة لأمريكا حجم طول المزرعة 63 كيلومتر. طبعا شفتوا خريطة كل دولة وحجم المزرعة جدا صغير، يعني من ناحية المساحة ليس هناك مشكلة أبدا، وأغلب دول العالم تحتوي على مساحات فارغة صحراوية أو غير مستخدمة. وبشكل عام بين مساحة 1-2% من مساحة أي دولة في العالم إذا كانت على شكل مزرعة طاقة شمسية فيمكن أن تزود هذه الدولة بحاجتها من الكهرباء أثناء الفترة النهارية بكل بساطة. والآن راح نخلي مربع حجم استهلاك العالم كله من الطاقة الكهربائية بالفترة النهارية، يعني طول ضلع 254 كيلومتر، هذا يكفي للاستهلاك في الفترة النهارية. وإذا أردنا أن نستهلكها في الفترة النهارية والمسائية نضرب حجم هذا أو مساحة هذا المربع في 2،
أما بالنسبة للمربع على الصحراء المصرية فهو حجم الطاقة المنتجة حاليا من كل أنحاء العالم بالنسبة للطاقة الشمسية. ولا يشترط أن تكون المزرعة هذه في مكان واحد، فتوزيعها على الدولة أفضل بكثير، خاصة إذا كانت قرب المدن، لتقليل حجم الفقد في نقل الطاقة. وسنتحدث بعد قليل عن اهتمامات الدول العربية مجال الطاقة الشمسية، لكن لنوضح أولا إيجابيات وسلبيات استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث أن إيجابيات الطاقة الشمسية هي أولا خفض مستوى التلوث البيئي الذي يسببه إنتاج الكهرباء من المصادر النفطية أو من الفحم الحجري. ثانيا تعتبر مصدر طاقة متجدد وتقلل من فواتير الكهرباء على المواطنين. ثالثا تكاليف صيانة الطاقة الشمسية منخفضة بشكل عام. أما الإيجابية الرابعة الأكثر أهمية فهي تحقيق اكتفاء ذاتي أو شبه ذاتي للدول من الكهرباء. أما بالنسبة لسلبيات استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء هي أولا الاعتماد على طاقة الشمس التي تختلف بحسب المكان والوقت، وبالتالي سيكون هناك اختلاف بكمية الطاقة التي تجمعها الألواح الشمسية، لذلك المزارع يجب أن تكون أكبر من حاجة الدولة من الكهرباء. الموضوع الثاني، لحد الآن قدرة ألواح الطاقة الشمسية على تحويل الإشعاع الشمسي على المتر المربع إلى كهرباء منخفضة، حيث يصل للأرض حوالي بما مجموعه 1000 واط في الساعة. من 1000 واط يتحول فقط 17 إلى 20% إلى كهرباء. بعد هذه الأمور التي تحدثنا عنها يصبح لدينا تساؤل، هل دول الشرق الأوسط مهتمة بمجال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء؟ الحقيقة الإمارات والسعودية وقطر وعمان هي الدول الأربع في مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 أعضاء، والتي طورت مشاريع الطاقة المتجددة على مدى سنوات القليلة الماضية. فالسعودية على سبيل المثال لديها مشروع سدير ومشروع سكاكا ومشروع شعيبة، وهي مشاريع ضخمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. أما في مصر فإنها بنت مجمع بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، ويضم 32 محطة بقدرة 1436 ميجا واط، أي ما يعادل 90% من إنتاج السد العالي المصري. وقد كلف هذا المشروع حوالي 4 مليار دولار أمريكي. لذا هل ستشهد بقية الدول مع مرور الوقت وارتفاع تكاليف النفط وتأثرها بالحروب سعي واضح وجاد لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ إن أحد أهم أسباب تطور الدول وتقدمها الاقتصادي هو انخفاض كلفة وسعر الطاقة فيها، وخاصة الطاقة الكهربائية، لأن أغلب المؤسسات الصناعية والإدارية تعتمد على الكهرباء، وأي ارتفاع في سعر الكهرباء يؤدي لارتفاع سعر الخدمات والمنتوجات، وبالتالي فقدان القدرة التنافسية مع الدول التي تكون سعر الطاقة الكهربائية فيها أقل، مما يؤذي الاقتصاد بشكل كبير جدا، وخاصة دول ذات إشعاع شمسي متوسط مثل أوروبا، حيث أن أوروبا بالرغم من أنها تمتلك إشعاع شمسي أقل من دول الشرق الأوسط أو دول العربية، تطور وتزيد من استثماراتها بالطاقة الشمسية، بينما الدول في الشرق الأوسط تمتلك صحاري ضخمة وهائلة وذات إشعاع شمسي هائل. بالرغم من هذا هذه الدول متأخرة في الاستثمار بهذا المجال، وتقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفط الملوث للبيئة والثمين جدا، والبعض الآخر يستورد النفط الغالي لأجل توليد الطاقة الكهربائية، خاصة الدول التي لا تمتلك نفط. فإن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية موضوع قابل ومشروع قابل للتنفيذ وبشكل اقتصادي، خاصة إذا علمنا أن معدل الكلفة لاستخراج الكيلو الواط الواحد كما ذكرنا في حلقة طاقة الهيدروجين، فإن تكلفة الكيلو الواط الواحد من حرق النفط لا تقل عن 8 سنت، وتدفع مرة واحدة وتسترجع خلال فترة 3 إلى 5 سنوات. السر في هذا المشاريع لتنفيذها أنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وأيضا برامج تمويلية من خلال البنوك والمؤسسات المالية في كل دولة، وأيضا الاستثمار في مراكز أبحاث وتطوير الطاقة الشمسية بشكل محلي، وإنشاء مصانع محلية لألواح الطاقة الشمسية. فالموضوع باختصار يحتاج إلى بعد نظر وقرار حاسم من كل دولة وحكومة. إذا كان لديكم أي آراء أو اقتراحات يرجى مشاركتها بالتعليقات ليستفيد منها الجميع. شكرا جزيلا، السلام عليكم.